اصبغي شعرك لون نبيتي بالاعشاب الطبيعيه، هتقل الشعر وهتطلع البيبي هير، كمان هتطول الشعر جدا، هتطلع الفراغات، هتنعم شعرك، هتخليه زي الحرير، ده غير انه كمان هتخلي شعرك لامع وشكله حلو قوي. لايك شير سبسكرايب فعلوا الجرس. بصوا بقى، اول حاجه هجيب معايا حاجه كبيره تكون غويطه بالشكل ده. هنا هحط معايا ده اسمه كركديه، تمام؟ ده اسمه كركديه. بصوا بيبقى شكله بالشكل القمر ده او عناب. بصوا في اسامي كتير ليه، تمام؟ اهو ده شكله، ده بيدي لون عنابي للشعر، بيخلي الشعر لونه حلو قوي، بيغذي الشعرية، بيطول الشعر، مفيد جدا 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 للشعر، ده كمان لونه تحفة. بصوا يا بنات شكله، بصوا اصلا لونه قمر ازاي. دول 3 معالق كبار من الكركديه، تمام؟ هفضيهم هنا. لون حلو قوي للشعر، تمام كده. هضيف معاها معلقة صغيرة جدا من القرنفل او المسمار، ده بيطلع الفراغات وبيتقل الشعر وكمان بيغذي الشعرايه، وكمان من الحاجات الجميله قوي اللي بيطلع البيبي هير بسرعه جدا، غير كده انه كمان بينشط الدوره الدمويه، بيطول الشعر جدا. بصوا مفيد جدا 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 للشعر. فانا هاخد كده حوالي معلقه صغيره بالتقريب، بصوا قد ايه، معلقه صغيره، تمام كده. انا طبعا الخلطة دي النهاردة عاملاها ليا، لان بجد انا بعملها كل شهر تحفة، مرة كده في الشهر بحب اجدد في الشعر، بحب ان انا اديله لون حلو، بحب في نفس الوقت ان انا اخلي الشعرية متغذية وتقيلة وطويلة، يعني هو بصراحة عشق. هنا هحتاج معايا حبة البركة اهو، حبة البركة او الحبة السوداء، شايفينها؟ تمام. هاخد منه برضو معلقة، ده بيخلي الشعر ناعم زي الحرير، بيتقل الشعر جدا، مفيد جدا 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 للشعر، من الحاجات اللي كمان بتدي لون خطير للشعر. كمان لو عندك قشر بصل حطيه، خطير الوصفة، تبقى تحفة 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 بصراحة. هنا ده اكليل الجبل او الروزماري، شايفين شكله؟ هاخد منه معلقة كبيرة من اكليل الجبل او الروزماري. بصوا المكونات، بصوا شكل الخلطة اصلا بتشجعك ان انت تعمليها. هنا ده ورق الغار، تمام. هضيف منه كده حوالي 6 او 7 ورقات من الورق الغار. بصوا الاعشاب اصلا بجد شكلها حلو قوي ومفيده جدا جدا يا بنات. بصوا انا مش هقولك الفوائد بتاعت كل حاجه، انا هقولك فوائد الشامله الكامله بتاعت الخلطه القمر دي. هتطول شعرك، هتغذي الشعرايه، هتتقل الشعرايه، هتقوي بصيله الشعر، هتعزز نمو الشعر، هي كمان هينشط الدوره الدمويه، هيطلع البيبي هير وهيطلع الفراغات وهيطول الشعر بسرعه الصاروخ. لو شعرك عاجز ما بيطولش بجد، الوصفه دي هتطول شعرك بسرعه الصاروخ. حلوه قوي 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 ومفيده جدا للشعر. كل اللي انا هعمله هنا هضيف عليها 2 كوباية ميه كبار. هجيب اول حاجة بس حاجة اسخن فيها، وهفضي كل الاعشاب دي وهضيف عليها، ادي 1 كوباية من المية وهضيف عليها 1 كوباية كمان، 1 كوباية كمان من المية، تمام كده. انا حطيت 2 كوباية مية وهسيبهم يغلوا لغاية ما ينزلوا كل الفوائد بتاعتها وكل المكونات بتاعتها تنزل في المية بتاعتنا، وهرجع اوريكم هنعمل ايه. هحطها على النار تغلي لمدة 10 دقايق وبعد كده هرجع اوريكم. لما غلي بصوا اللون بقى قمر ازاي. بصوا احنا هنصفيه الاول، هجيب معايا طبق غويط وهجيب مصفى وهحط على المصفى دي شاشة، واهم حاجة الشاشة دي علشان مش عايزين اي شوائب او اي حاجة تنزل معانا في المية. وهبدأ ان انا اصفي الخليط ده، احاول انزل. بصوا الميه، بصوا القمر، بصوا الجمال بقى بجد.
تحفه تحفه تحفه. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا شايفين خطيره. كل اللي انا هعمله هعصر عليها نص ليمونه، وممكن ليمونه كامله مفيش مشكله، ده عشان يثبت اللون تمام ويدي للشعر لمعه. ضيف ليمونه كامله تمام عشان اللون يتثبت اكتر، وكمان يديني لمعه للشعر حلوه. انا بحب الشعر يبقى لامع كده. بصوا عشان تركزوا، لان انا مش هعمل الخطوه دي، هنا اقدر اقسم الميه دي لنصين، احط نص في بخاخه او اسبريه وابدا ارش على شعري يوميا من غير ما اغسلها تمام. النص التاني ممكن تعملي عليه حنه وتسبكي بيه شعرك زي ما قلت لك، بجد هيديكي لون تحفه. انا بالنسبه لي مش هعمل الاسبريه، انا هضيف على الكميه الحنه بتاعتي دي، حنه بلدي تمام، حنه بلدي هضيف عليها. بصوا الجمال، هضيف كده عليها معلقه اتنين تلاتة. بصوا بقى الحنة دي طبعا كلنا عارفين انها سنة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عايزة اقولك الحنة دي بجد سحر للشعر. لو انت خربة شعرك بروتين، خربة شعرك صبغة هرية صبغة هرية، كل حاجة مبوظة شعرك، الحنة دي من الحاجات اللي بتعالج الشعر. كل اللي انت بتعمليه، الخلطة دي بعملها كل شهر مرة واحدة بس في الشهر، بعملها زي ما انت شايفة كده تمام. فايدتها ان الحنة بتطلع الرطوبة من الشعر، الحنة من الحاجات اللي بتخلي الشعر ناعم، بتخلي الشعر شكله حلو، بتلمع الشعر جدا، بتفيد ومغذية للشعر. كمان من الحاجات اللي بجد بتفرد الشعر. كمان بقى لونها، لونها تحفة 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 للناس اللي عايزة بقى شعرها يبقى لون نبيتي لون بني. انا بحب اللون ده قوي، وبيلقط على الشعر الاسود كمان يا بنات. الناس اللي عندها الشيب جربي دي، حلوة جدا الحنة دي، ما تستغنيش عنها، ولا صبغة ولا بروتين ولا فيلر ولا ولا ولا، الحاجات دي كلها بتبوظ وتدمر الشعر. واسألي مجرب تمام، يعني انا جربت كل الحاجات دي، وقعدوا يقولوا لي الفيلر والبيتوكس كل ده بيظبط الشعر ومعالج للشعر، وكل ده هري في هري، وكل ده بصراحه وقع الشعر ودمر الشعر. فدي حاجات كلها انا مجرباها لحد ما حاولت ان انا اعالج شعري بطريقتي، وفعلا والله والله دي اسهل وانضف طريقه تستخدميها في حياتك جدا. كل اللي انت بتعمليه انك بتحطيها على شعر يكون نضيف، وبتلبسي كيس بلاستيك او بونيه، وبتسيبيها من 8 ساعات ل 9 ساعات. كل ما تسيبيها على شعرك كل ما نتيجتها بتبقى روعه وروعه. من اول استعمال اغسلي شعرك وشوفي نتيجتها.